دهنت منها على بشرتي لمدة ربع ساعة، اتصدمت. بشرتي كان فيها سواد آثار الشمس وكانت مجهدة جدا. كريم رهيب بيفتح وبيشد أي سواد وبيشيل أي سواد في البشرة، بيخلي البشرة ترجع مراية، بيرطبها قوي، بيشلك لو عندك خطوط، عندك بقع، عندك آثار جروح وحبوب في وشك، عندك سواد آثار الشمس أو بعد المصيف عليكي وعلى الكريم. عليكم يا بنات ما تنسوش اعملوا لايك للفيديو، ربنا يسعدكم يا رب. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك، وكمان اعملوا شير كتير عشان ان شاء الله الوصفة تستفادي منها وغيرك يستفاد منها، ويجعلوا يا رب في ميزان حسناتك. كل اللي احنا هنعمله هتبدأي تجيبي اول مكون معايا، وده حلو وممتاز جدا للبشرة. زي ما قلت لكم الوصفة دي مجربة مني انا شخصيا، انا اللي جربتها وعلى ضمانتي وصفة رهيبة رهيبة، بتفتح بدرجة هايلة جدا. هتبدأي تاخدي معلقة كبيرة من الزبادي او الياغورت، ويفضل ان انت تجيبي زبادي كامل الدسم، عشان لو الزبادي معاكي كامل الدسم او الياغورت معاكي كامل الدسم هيديكي ترطيب كمان وبيكون افيد طبعا. هتبدأي ان انتي تفكي كده معلقة الزبادي بتاعك من اي تكتلات موجودة فيها. بعد كده هتبدأي تنزلي عليها بمية الورد، وطبعا كل ما هتكون نوعية مية الورد اللي انتي هتجيبيها نظيفة او كويسة كل ما هيكون افضل. هتبدأي تاخدي معلقة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع معالق كبار من مية الورد، وهنبدأ ان احنا نقلب او ندوب الزبادي في مية الورد بحيث ان هو يديني قوام، شايفين عامل زي الحليب السائل كده، وده القوام اللي احنا محتاجين. ركزي معايا علشان الكريم ده لو ما ظبطش معاكي مش هيجيب معاكي النتيجة السريعة اللي انا بقولك عليها، فحاولي ان انت تركزي في ان انت تظبطي الكريم بتاعك عشان يجيب معاكي نتيجة سريعة. بعد ما قلبناها وحسينا ان الزبادي بتاعي ما فيهوش اي تكتلات تماما وزي ما انت شايفة كده سايل خالص زي الحليب، هتبدأي ان انت تجيبي ليمونة وهتقسميها. انا محتاجة الليمون ضروري في الوصفة دي لانه من الحاجات اللي بتمسح البقع جدا، وكمان بيتفاعل قوي مع الزبادي ومية الورد. بس لو انت من البشرات زي ما بقول في كل فيديو اللي جربتي الليمون لا قدر الله بشرتك اتحسست منه، هتبدأي ان انت تستبدليه بالكشور، بس يفضل ان انت تحطي ليمون. انا بشرتي حساسة وبعمل حركة حلوة جدا بعد اي وصفة، ما بتخليش اي بتخليني استخدم اي مكون. هنبدأ نعصر ليمونة كاملة بالشكل ده، وبعد كده هندوب كويس جدا الزبادي مع مية الورد والليمون. بصوا القوام ده، القوام السائل اللي انا محتاجاه. مش هنحط اي مية، احنا هنحط المكونات دي من غير اي مية. بعد ما قلبناهم كويس قوي هتبدأي تاخدي معلقة كبيرة من النشا او الكورن فلاور، وهنبدأ ان احنا ندوب النشا كويس جدا مع المكونات بتاعتي بحيث ان هو يديني قوام سائل. اهم حاجة ما تلاحظيش بقى اي تكتلات في الكريم بتاعك، يبقى مظبوط معاكي خالص، ولو في اي بذر شيليه. بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده هتبدأي تجيبي اي طاسة متوفرة عندك وهتبدأي تنقلي فيها الكريم بتاعك بالشكل ده. الكريم ده مش هياخد على النار اقل من ثواني، ثواني بسيطة جدا، هي بس النار تلمسه تقلبي تقلبتين هيتقل معاكي حاجة بسيطة، تنزليه من على النار على طول. تمام، هوريكي برضو شكله هيبقى عامل ازاي. نار هادية جدا، بلاش النار العالية عشان ما يتحرقش منك. هو هتلمسي كده نار هادية وتقلبي تقلبتين، هتلاقيه بقى ايه تقل معاكي ازيد من كده سنة، هتبدأي ان انت تنزليه من على النار. بصوا حبايب قلبي بمجرد ما لمس النار قوامه تقل معايا، هتبدأي تنقلي الكريم بتاعك بالشكل ده. طبعا الكريم كميته بسيطة، بتقدري تكتري الكمية، وهقولك اخر الفيديو بتحتفظي بيها ازاي عشان ما تعمليش الخطوة دي اكتر من مرة. شايفين جمال الكريم؟ شايفين الحلاوة؟ كريم بيتكلم عن نفسه من جماله وريحته الحلوة، ريحته جميلة قوي.
وقوي جدا، يمكن انتي من اقوى الحاجات اللي انتي هتستخدمي. زي ما انتم شايفين الكريم بقى جاهز، هتبدأي بقى تجيبي النوع ده، وده رهيب 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 في تبييض البشرة، في إزالة التصبغات، في ترطيب البشرة، في تغذية البشرة، في علاج التجاعيد. بس أهم حاجة تجيبي نوعية كويسة، كل ما هتجيبي نوعية كويسة كل ما الوصفة هتجيب معاكي نتائج أقوى. هتبدأي تجيبي زيت زيتون بكر أصلي يكون نوعيته كويسة، زي ما قلت كل ما النوعية تكون أفضل كل ما الوصفة هتجيب معاكي نتيجة أقوى. هتبدأي تاخدي معلقة صغيرة من زيت الزيتون الأصلي، وهتبدأي ان انتي تقلبي او تدوبي الكريم بتاعك فيه بالشكل ده. وطبعا لو انتي بشرة دهنية ما تحطيش زيت زيتون، لو انتي مش بتحبي زيت الزيتون ما تحطيش، واستكفي بالوصفة نفسها من غير زيت زيتون. يعني مش مشكلة لو انتي مش عندك زيت زيتون، او مش او بشرة دهنية او مش عايزة زيت زيتون، بتقدري ان انتي تستغني عنه عادي. هنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي بالشكل ده لحد ما نحصل على القوام اللي انتي شايفاه معايا ده، وحسينا ان زيت الزيتون اخترق المكونات بتاعتي. هتبدأي بقى تغسلي وشك كويس جدا جدا، ما يكونش فيه اي كريمات او اي اتربة. حتى لو انتي مش بتحطي كريمات لازم تغسلي بشرتك قبل الوصفة عشان تتأكدي من نظافتها. هتبدأي تاخدي كده وهتبدأي ان انتي تفرديه بالشكل ده كده على كامل وجهك، على البقع بقى وتحت العينين، واعملي تدليك عشان التدليك ده بيخلي الكريم يدخل جوه الجلد اكتر، الجلد يشربه اكتر، يبدأ ينظف بشرتك قوي. بتبدأي ان انت تعملي تدليك بالشكل ده على كامل وجهك وتحت عينيكي بحركات دائرية بالشكل ده. بعد ما دلكتي بالشكل ده بشرتك هتبدأي ان انت تسيبي الكريم بتاعك لمدة 30، يعني من ربع ساعة ل 30 دقيقة. يعني لو انت تقدري تسيبيه 30 دقيقة يبقى حلو جدا، هو اقل حاجة بتسيبيه ربع ساعة. لو سبتيه اكتر من كده كل ما هتسيبيه اكتر من كده كل ما يكون احسن، بس اهم حاجة ما تخليش بشرتك تعرق وانت حطاه، عشان العرق ده هيبوظ الكريم. فاقعدي في مكان هاوي في نفس الوقت مغلق عشان ما يكونش اتربة تجيلك من بره او شباك مفتوح ولا حاجة. تمام، بعد ما غسلنا بشرتنا كويس جدا هنبدأ ان احنا نجيب مية الورد، وهنبدأ ان احنا نحطها في التلاجة تسقع جدا. وبعد ما تسقع هنسيبها يعني تبقى ساقعة قوي، يعني ممكن وانتي بتستخدمي كده حطيها في الفريزر او في التلاجة. بعد كده هتبدأي تجيبي قطنة وتبليها بمية الورد وتبدأي انك تدلكي بشرتك عشان تقفلي المسام. الوصفة دي بتستخدميها لمدة 3 ايام متواصلة، كل يوم بتعمليها. اتفرجي، طبعا في ناس من اول مرة زي حالاتي كده جابت معاهم نتيجة نهائية، بس لو ما جابتش معاكي نتيجة نهائية قرريها مرة واتنين، وده اخر حاجة اللي هو 3 ايام. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.